ولنقاش تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا متحور أوميكرون وانعكاساته على العراق في ظل انهيار القطاع الصحي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد طبيب الاختصاصي دكتور إبراهيم سليمان. أهلا بكم دكتور. دكتور إبراهيم هل تسمعني؟ عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور. بعد الحصيلة الأخيرة حول معدلات الإصابة بكورونا وتسجيل 3 وفيات وحوالي 600 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الماضية، كيف يمكن قراءة هذه الأرقام؟ وهل يمكننا القول أن العراق اليوم يشهد موجة جديدة من الوباء؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين. سيدتي العزيزة، أنا قاعد أراقب الوضع الموجة الرابعة دخلت العراق، الإصابات أكثر من المعلن، الإصابات اللي عندنا أكثر من المعلن. إلى الآن نعم أكو تخاذل، يعني المواطن العراقي ما يروح للتلقيح، صحيح. ليش؟ لان كل اللقاحات الموجوده عندنا نير اكسبايرد، يعني تقريبا الاكسبايرد مال كانت عاني. انا ابراهيم تلقحت لقاح بايزر نهايته بدايه الشهر الواحد، انا تلقحت نهايه ال 12 28 12، هو طلع الاكسبايرد مالته 2-1، فالناس متردده ما تروح للقاح بسبب نير الاكسبايرد. واذا عرفتوا اكو تقرير ريبورت حتى الامريكان قايمين دعوه على الاسترا، شركه استرازينيكا وشركه بايزر. لكن ذلك موضوع اخر يتعلق بمعدات طبيه للمستشفيات. دكتور، نحاول تشجيع الراي العام وكل مشاهد على تلقي اللقاح رغم كل الوضع الصحي الذي يعاني منه العراق. اللقاح ضروري سيدتي العزيزه، اللقاح ضروري. احنا انا كطبيب اقول لازم تلقحوا. انا هسه ماخذ الجرعتين والجرعه البوستر دوز، الجرعه المنشطه، ضروري. اللقاح لا يمنع الاصابه، اللقاح يحميك حتى ما تدخلين المستشفيات. يعني حتى هذا التقرير مالتكم مال وزاره الصحه العراقيه اللي تدعي اصابات جاي، هو اي مسافر يجي من برا لازم جايب البي سي ار. البي سي ار اذا خلال 72 ساعه يدخل اي بلد. احنا المعلومه العلميه نوبدي ما ممكن اي شخص يقدر يشخص هذا اوميكرون او لا. يعني احنا عندنا نعم صحيح اي سخونه اي حمى فهمت علي مع التهاب قصبات مع سعال، هذا اللي كورونا حتى يثبت العكس. بس هذا الشيء ما دا يصير. الاصابات نعم تزداد، وهسه المعلومه يعالجوه بالبيت اذا ما ملقح نعم ياخذوه المستشفيات العراقيه. نعم. الحديث عن المستشفيات دكتور، ما مدى استعداد المستشفيات في العراق لربما التعامل مع هذه الموجه الجديده والمتحور الجديد ايضا؟ هذا بدي اكمل لك الفكره. المستشفيات ما عجبتش الامكانيه، الى الان امكانياتها ما عندنا. حتى اللقاحات اللي عندنا جبتي عن طريق تبرعات، ما جبتي عن طريق عقود استعمال. نعم. هل لازلت معنا دكتور إبراهيم؟ الاصابات الكرد يصاعد الكرد. نعم. تفضل فقط انقطع الاتصال قليلا، تفضل اكمل فكرتك. عيني انا الاستعدادات هسه من اكو اصابات، شو تسوي؟ المفروض هاي جسم الفواتح الاعراس المدارس اللي انا يعني شفت المدارس تهوية ما بيها صفر في الاربعاء على رحله سوء، يعني التباعد الاجتماعي ما هذه كلها مؤشرات. يعني وزاره الصحه العراقيه ما كان الواجب اللي يفترض تقوم به. كيف يمكن أن تواجه أو
تتم مواجهة هذا الخطر الذي يهدد العراقيين بهذا المتحور الجديد وفي ظل الإمكانيات الحالية لوزارة الصحة؟ والله أنا أدعي كل مواطن عراقي لا يعول على السلطة العراقية، لأن السلطة في واد والشعب في واد. أطلب من عندهم ينقحون، يجب أن يذهبوا إلى مراكز التلقيح وينقحون، لأن اللقاح هو الوحيد اللي يحميك من الإصابات والقتل والموت. نعم. هذا الموت اللي بالسجون والدولة وغيره. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم سليمان، طبيب الاختصاصي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد.